في الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، عقد في مدينة إسطنبول المهرجان المقدسي الثاني تحت عنوان الأقصى يجمعنا بنسخته الثانية، بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين ورموز العمل الفلسطيني، وذلك لإحياء الذكرى والتنديد بانتهاكات الاحتلال الصهيوني المستمرة على مرأى ومسمع العالم. كل من يرابط في بيت المقدس وكل من سيهب إلى نصرة بيت المقدس، هؤلاء هم المذكورون في هذا الحديث من الطائفة المنصورة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم لهذه الأمة من يقف ليدافع عن مقدساتها. إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة الصبري، والذي كان شاهدا على حريق المسجد، كشف خلال المهرجان حقيقة ما يتعرض له المسجد الأقصى. هذه الذكرى بحريق الأقصى لا بد أن تبقى في ذاكرة الأجيال تلو الأجيال، لأن الأقصى تحدق به الأخطار والحرائق بأنواع أخرى حتى يومنا هذا. وطالب الشيخ صبري بضرورة مواصلة الدعم العربي والإسلامي للمسجد الأقصى في مواجهة الحملة الصهيونية عليه، والتي لم يسبق لها مثيل من قبل. تجديد هذه الذكرى، نحن أولى الناس بالتركيز عليها لتعرف الأجيال الصاعدة سنة بعد سنة وجيلا بعد جيل ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. نحن في إحيائنا ذكرى حريق الأقصى نقصد بذلك أن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى لحماية الأقصى، لأن الأخطار محدقة وتشددت أكثر من قبل منذ عام 2017 إذا بتذكرون هبت البوابات الإلكترونية. تحيي الشعوب العربية والإسلامية ذكرى إحراق المسجد الأقصى بإقامة فعاليات تؤكد تمسكهم بمدينة القدس والمسجد الأقصى الذي لا يكاد يخمد حريق فيه حتى يشتعل آخر، في ظل صمت عربي رسمي وتواطؤ المجتمع الدولي.